عزيزي انت تقول ما احنا متخلفين، لو سالتك الان ماذا فعلتم بالنسبه للعالم الصناعي؟ انتم تستوردون كل شيء من الخارج وتصدرون للعالم سلعه واحده هي اللاجئين فقط. اليس الغرب اليوم عنده انسانيه؟ والمانيا مثلا احتضنت اللاجئين، حتى حمتهم واعطتهم جزيه، ما اخذت منهم جزيه للاجئين، تعطيهم اموال وقاعد وساكت ببيته ما يشتغل على جوب سنتر. يعني اليوم قديما انت صرت تاخذ من الناس، سويتهم ذميين، هم الان ما سووك ذمي، اعطوك حتى جنسيه. ففرق بين اخلاقكم واخلاقهم. صحيح، مثل ما الدوله العثمانيه ب 1930 وقت اجوا اليهود لاجئين على فلسطين استقبلتهم الدوله العثمانيه ورجع الارشيفات وعطتهم مصاري وسكنتهم. موضوع اللاجئين هذا مش موضوع تحكي فيه بكل الدول. الدولة العثمانية كم لاجئ استقبلت؟ لحظة شوي، أنت ما تعتبر العثماني محتل الوطن العربي؟ كان محتل الوطن العربي، كان محتله نعم. طيب محتل، ما تؤمن أن التركي كان محتل؟ ليش تقول استقبلتهم وكأنهم يمثلونك العثمانيين؟ عجل مو محتل هذا. لا مش مثلوني، بس هذا حقيقة، استقبلتهم ما استقبلت اليهود. لحظة، العثماني ليش تفتخر بيه تقول استقبلوا يهود؟ العثماني محتل، اليهود ما كان. أنا عبحكي على دولة مسلمة، كانت الدولة العثمانية كانت دولة مسلمة، مش عبحكي أنا كمحتلتني مع أو ضد. لا، ليش تتباهى فيها تقول كذا؟ هي كان احتلال لنا، مالك علاقة. مش تباهي، هذه حقيقة، مش تباهي. مثل مش حقيقة. عزيز اسمعني، أتمنى يكون عندكم شرف وطني وتصفون المحتل بأنه كان محتل. اسمعني أقول لك شغلة. عندك اليوم منطقة الفاتح اللي يسمونه فاتح، منطقة الفاتح وكسراي كلها جنس قانوني، كلنا رحنا عليها واستمتعنا صراحة. أنا استمتعت بالأكسراي والفاتح. تخيل منطقة الفاتح في تركيا جنس قانوني، أنا فتت عليها متعة رهيبة. هذا الفاتح اللي تقوله سلطان المسلمين، تدفع $10 وأقل. اسمع شوي لو سمحت. إذا ما في شيء اسمه فتح وما فتح، الفتح هو أكثر من مارسوا الجنس واغتصبوا النساء. فعزيزي أمور فتح وما فتح شيلوها من رأسكم. شلناها. أول شيء موضوع اللاجئين، شوف يا، هذا موضوع حروب لا تحكي لي فيه، أنه صدرت اللاجئين. الآن الوطن العربي كله صدر العباقرة، أصلا ما راح على أوروبا إلا العبقري والمخ نظيف. لحظة، جو ناس على أوروبا ما يعرف يكتب، يقول أنا جاي أنام، أي عبقري، كلهم مساكين ما عندهم. هي حالات شاذة. الآن لحظة شوي، 100 مليون، لحظة شوي، 100 مليون حالة شاذة، كلهم ما مهم دارسين ولا شيء. لا مش مليون، رجال أعمال ومثقفين وصيادلة ودكاترة وعباقرة واستلموا مناصب وبلديات، تمام؟ الآن بأمريكا مساعد ولاية نيوجيرسي، مين هو؟ مساعد ولاية نيوجيرسي بأمريكا الآن مين هو؟ أو مين هي؟ عفوا لو أنثى، مين هي؟ عراقية مهاجرة. تمام، ناخذ غيرك عزيزي، أنا أشكرك. خلينا ناخذ غير ممل، خلينا ناخذ غيره. أخوتي دعم المنصة لو سمحتم، يلا ناخذ غيرك.